بنحاول النهارده في صباح الخير يا مصر يا بسنت ان احنا نركز زي ما اتكلمنا في الانترو في المقدمه عن الام الفلسطينيه كمان. هي سيده الارض زي ما بيقولوا، ام استثنائيه. معانا نموذج للست الفلسطينيه اللي ضربت اسمى معاني الصبر والتحمل والصمود. احد ابنائها اصيب في العدوان على قطاع غزه، هو الطفل عبد الله كحيل اللي ناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب منه العلاج في مصر، ومباشره استجاب ليه السيد الرئيس. معنا الأستاذة صابرين كحيل والدة الطفل عبد الله، صباح الخير عليكي وكل سنة وأنت طيبة. وأنتم طيبين، كل كل الأمهات بألف خير يعني، كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير، كل سنة وأنت طيبة. أستاذة صابرين، تضحيات كبيرة قوي بتقدمها الأم الفلسطينية، كلمينا عن يعني عنكم، كلمينا عن احساس الام الفلسطينيه دلوقتي، تضحياتكم واللي بتعيشوه دلوقتي. طبعا اكيد كل ام فلسطينيه حاليا بتعاني، اما فقدت طفل، اما فقدت شاب، اما فقدت عائله كامله. ما في ام فلسطينيه ما بتعاني، ما في ام فلسطينيه حزينه. اكيد كل الامهات الفلسطينيات حاليا عندهم اكيد يعني نقص، وهذا اليوم عندهم يوم حزين بذكرهم في اشياء يعني اكيد اكيد صعبه. ولكن الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين على كل حاجه. الحمد لله هذا يعني نصيبنا في الدنيا، الحمد لله ان احنا نشوف كل هذا اللي بيصير فينا، الحمد لله. الحمد لله. هي ام الفلسطينيه ام بطله حقيقيا، وام يعني حقيقي بتدي نموذج للصمود والتشبث بالارض. انا عايز اسال حضرتك، واكيد يعني مشاهدين كتير وهما بيسمعوكي ست صابرين دلوقتي عايزين يسالوا، ايه سر الصمود ده؟ يعني سر العبقريه الخاصه للام الفلسطينيه انها تفقد، يعني هي بتبقى ام شهيد وزوجه شهيد وبنت شهيد بالرغم من كل المآسي دي، الى انها متشبثه بالارض، بتزرع في ولادها اهميه انه يحافظ على ارضه ويبقى على ارضه. بدي احكي لك شغله، اولا انا برضو ام شهيد، يعني ابني الكبير برضو استشهد، يعني اخوه عبد الله استشهد. ولكن سبحان الله ان ربنا بحط الصبر في البني ادم. ربنا لما حكوا لي خبر ابني انه استشهد حكيت الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يقويني وصبرني. والحمد لله رب العالمين، فعلا ربنا صبرني الحمد لله، زي غيري. هذا إشي ربنا بزرعه فينا، لأنه إحنا يعني ستات فلسطيني بشكل عام اتعودنا إنه إحنا نفقد، اتعودنا إنه إحنا نصبر، اتعودنا إنه إحنا لما ابنك يجي مثلا خبر وابنك استشهد نكون عندنا كمية صبر. ربنا حط عندنا الصبر الحمد لله رب العالمين. فهذا إشي إحنا والله العظيم هذا إشي مش بإيدينا، هذا إشي فطرة ربنا حط فينا، فطرة، مش إنه هذا إشي مش بإيدينا. صبركم مش بإيدينا. يدرس يا يعني أستاذة صابرين، طمنينا على عبد الله، يعني حالته الصحية عاملة إيه دلوقتي، وإحساسكم كان إيه أول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لطلب عبد الله؟ والله عبد الله طبعا كانت حالته صعبة جدا. عبد الله كان حاله ايه اللي حصل له؟ احكي لنا القصه بدات ازاي؟ القصه انه احنا كنا يعني بيتنا منطقه الرمال، منطقه هاديه، منطقه يعني ما فيش فيها اي مشاكل ولا اي تهديدات، فصاروا يعني انه ارحلوا من اماكنكم. المهم رحلنا زينا زي بيت العالم، زي الناس كلها. لما رحنا على مدارس الايواء، مدارس الأونروا اللي هي من المفترض انها اماكن امنه. فهناك الناس كلها طبعا فيش غاز، فيش اماكن للطبيخ، فيش حاجه يعني، فيش ادنى مقومات الحياه. فكان بدنا نعمل اكل. فكان ابني الكبير 18 سنه واولاد جيراننا ومجموعه يعني كثير من الشباب، فحبينا نعمل اكل. حكينا لهم يلا خذوا هاي الاكل واعملوا لنا اكل على النار. فراحوا يعمل اكل على النار. وعبد الله اصلا والله عبد الله ما كان، عبد الله كان ساعتها بيشحن موبايلات في المسجد. ولكن اجى باللحظات الاخيره، يعني قبل القصف في ثلاث يمكن دقائق بالضبط راح لهم.
فساعتها صار القصف، كلهم صاروخ وكلهم استشهدوا، بس طلع عبد الله لحاله اللي انصاب. ربنا يسلمه ست صابرين يا رب ويكمل شفاه كده على خير ان شاء الله. حابين نعرف منك كمان على احوال المراه الفلسطينيه دلوقتي في قطاع غزه، ازاي بتواجه، احنا بنتكلم على 5 شهور من القصف المتواصل، الحرب المتواصله، النهارده احوال المراه داخل قطاع غزه وازاي بتواجه كل هذه التحديات؟ والله انا بس بدي انوه لنقطه، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد رب العالمين انا بعتبره هو السبب انه رجل عبد الله ما انبترت. الحمد لله. يعني لو ما يعني هو سمح انه عبد الله يتعالج بمصر. تخيل لو هو ما سمح انه يتعالج بمصر، اكيد كان عبد الله زمان رجله انبترت. فانا حابه بس اشكر رئيس عبد الفتاح السيسي. احكي له انه شكرا لك، انت السبب بعد رب العالمين انه ربنا ما بتر رجل عبد الله. الحمد لله. انت السبب. فعلا هو سبب بعد رب العالمين. يعني انا لو اتخيل مثلا انه مثلا ما استجاب للنداء، او انه الاستغاثه ما وصلته، او انه رفض انه عبد الله يدخل، ساعتها انه عبد الله كان حترب رجله. ست صابرين بنشوف على طول. انا بوجه له، انا بوجه له الشكر والامتنان والعرفان انه هو السبب بعد رب العالمين انه عبد الله ربنا شفاه، الحمد لله رب العالمين، فهو فعلا هو السبب. ربنا يخلي لك ابنك يا رب. ست صابرين يعني بنشوف يمكن فيديوهات كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين وهم بيرحبوا بحفاوة كبيرة جدا بإخواتنا الفلسطينيين. شفتي التعامل ازاي من المصريين لعبد الله؟ أنا واحدة شاهدة، والله العظيم أنا واحدة شاهدة على كرم المصريين، هذه حاجة. الحاجة الثانية أنا فعلا كمان شاهدة على المساعدات المصرية اللي بتوصل غزة، أنا كنت أشوفها في عيني. عبد الله من كان من قبل حوالي 4 شهور، من قبل 16/11، من 1/11 أثناء الإصابة، وهو كان يستخدم أدوية ومضادات وعلاجات وضمادات مصرية مصرية. عبد الله كان بالمستشفى يتعالج علاج مصري وهو بمستشفيات غزة. وهو بمستشفيات غزة. والله العظيم هذه شهادة أنا حابة أحكيها للكل. عبد الله هو في غزة كان يتعالج علاج مصري كله مصري، والله العظيم الضمادات اللي كان نحطها مصري، الرباطات الضاغطة مصري، العلاجات كلها مصري، مضادات حيوية ومسكنات كله مصري، كله مصري. احنا اخوات يا يعني استاذة صابرين بنشكرك، ويعني الف حمد لله على سلامه عبد الله. كل الشكر ليكي يا استاذه صابرين كحيل والده الطفل الفلسطيني الذي استجاب له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه في مصر.